الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي بفضله ومنه تكرم عليكم بهذا المسجد، بهذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى. والمسجد هو أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل المدينة، لأن المسجد هو مكان للعبادة ومكان للعلم ومكان لقضاء حوائج الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يجلس مع الناس ويسأل عن أحوالهم ويبذل للناس الخير في المسجد. ولهذا يا إخواننا المسجد ده باب من أبواب الخير لكم. وبفضل الله سبحانه وتعالى قام المسجد بصورة مهيئة وطيبة، وتم الافتتاح قبل فترة، وأنا حقيقة كنت حريص على الافتتاح لكن لظرف معين ما تمكنت من الحضور ليوم الافتتاح. وعموما نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيئ لنا هذا المسجد الطيب العامر، وكذلك نشكر للأخ المحسن الذي ما أبدا ما استكثر أي مبلغ من المال من أجل إعمار المسجد وصيانة المسجد، فجزاه الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناته. وكذلك أهل الحي والناس اللي وقفوا في المسجد وتبرعوا، بعضهم تبرع بأراضي، احنا ماذا نذكر اسم اي زول، وانا متابع للامور وعارف كل شيء. بعضهم تبرع بمال، بعضهم تبرع برايه، بعضهم يتبرع بالكثير، جزاهم الله خير. ووقفوا وقفه والله حتى النساء ما قصروا ما شاء الله، وقفوا مع البنيان من الاول لحد ما اكتمل، قدموا وبذلوا وساعدوا الناس. وجميع الناس بفضل الله سبحانه وتعالى فتحوا للمسجد وللدعوة صدورهم قبل دورهم، ووجدت الدعوة في هذا المسجد دعوة الكتاب والسنة، وجدت قبولا عظيما عند الناس لفهمهم ولعلمهم وخلفيتهم وفطرتهم الطيبة. الحمد لله فطرة الناس الغالب والكثير ما هالفطرة المنكسة، يعني ما هالفطرة البتابة التوحيد. وأنا لما قلت الدعوة أنا أعني دعوة الكتاب والسنة، أما أي دعوة غير كده هذه دعوة باطلة، دعوة باطلة ولا قيمة لها وبتودي أهل النار. ولكن النجاة في دعوة الكتاب والسنة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. أمر ثالث، في بعض الناس من الصوفية حوالين المسجد وكده يحاولوا أحيانا يختلقوا الفتن ويصطنعوا المشاكل، يوسوسوا ما يتكلموا عديل، لأنه صاحب الباطل ما بيقدر يتكلم عديل إلا يوسوس. الوسواس الخناس زي الشيطان، يمشي لديه يوسوس له، تعال شوف ديل قالوا، تعال شوف ديل قالوا. أسمع، نحن كلامنا القاعد نقوله بنقوله بميكروفون، ما قاعد نقوله بتحت تحت، وأي كلام بنقوله كلام مبني على آية أو حديث.
انت لو صوفي او غير صوفي عندك رأي في كلامنا ما تمشي توسوس للحريم، توسوس بهناك تلقى لك شلة قاعدين في محل الجزارة تتكلم معهم، لا 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 لا، تعال انا بديك المايك ده. وجيت صوفي وابواتك اللي بتعتقد فيهم بينفعوا وبيضروا عندك، تعال انا بديك المايك ده وانضم ورينا بينفعوا وبيضروا كيف. نحن عندنا في القرآن، القرآن ده كتاب الله، ما في حد بينفع ولا في حد بضر. هل بينفع وبضر منو؟ الله سبحانه وتعالى. انت لو عندك لنا زول بينفع وبضر كده، تعال ورينا له ذاته نعرفه ده منو، تعال ورينا له. وانت اقرا معاي في القرآن الآية نمرة 3 في سورة الفرقان، الصفحة نمرة 2 في السورة، أول آية فوق، ربنا قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أتحداك رأيك في الآية دي شنو؟ ينفع ويضره؟ أمشي هناك سورة الجن الصفحة الثانية، ربنا بيتكلم عن سيد البشر، سيد الورى النبي عليه الصلاة والسلام، في أفضل منه؟ أخير منه منه ثاني؟ ما في خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ده قرآن ولا ما قرآن؟ ربنا في سورة الشعراء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم برا ودعا الناس يا بني عبد مناف، دي لأهله، يا بني هاشم، بقى بيدعو في أسرته يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، دعا أهله عام خاص. بعد ذاك قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. وين شيخك اللي بينفع بضر ده؟ ها حمزة، في شيخ بينفع بضر تاني؟ ده يا أخواننا نظام مسجدنا نحن، ده نظامنا نحن شغالين به، لا جايين ننبي الزول ولا عندنا شغلة مع زول، لكن احنا بنناقشك بالقرآن ده. لو انت اتحركت حركك القرآن ما نحن، بس عارف المعلومة دي، لو انت قعدت تكورك معناه انت كوركت من القرآن. والمؤمن بيزداد إيمان بالقرآن، وأما المنافق والمشرك القرآن بيزيده رجس. ربنا قال شنو؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. لاحظ المؤمن أول ما تدي قرآن بيحصل له شنو؟ بيزيد إيمان. قال فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أها، وأما الذين في قلوبهم مرض، في ناس مرضانين، قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم. واحد مرة في الغرب كده جابوا إمام من أخواننا واللي بيصلوا وراء صوفية وما تعرف شنو، ناس بتاعين قبورهم حياة وبتاع، والإمام دهك بس بيقرا لهم آيات التوحيد، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بس في الصلاة بيقرا لهم الآيات زي دي. الجماعة قالوا مرقوا برا قالوا الإمام ده بنبذنا بالقرآن، عشان تعرفوا مرضانين، في قرآن منبذ يا ناس، لكنهم قلوبهم مرضانة. عشان كده ربنا قال لك وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ما عندك حلل، أنت مشكلتك شنو بالضبط؟ نحن قاعدين نقول شنو عيب؟ بنقول نادوا الله براو وما تنادوا الشيخ،
والشيخ ما بيعلم الغيب، ولك لا ولا انا بيعلم الغيب، كذاب ما بيعلم الغيب، اتحداك ما بيعلم الغيب. أمرك برا نادي اكبر شيخ عندك، لو في صوفي قريب بياي نادي اكبر شيخ، قول لي الجامع ده فيه كم نفر بيقدر؟ قول لي جايبي ده فيه كم؟ انا مفلس عندي قروش شويه ها، لكن قول لي كم ديل، اتحدى اكبر شيخ وريني ديل كم. يعلم الغيب؟ يعلم الغيب شنو يا اخي؟ اقرا معايا القران، انا ده ارجعك للقران عشان تعرف. نحن دعوتنا دي بفضل الله سبحانه وتعالى، دعوة الكتاب والسنة قوتها في الأدلة. سورة المائدة قبل نهاية السورة بصفحة، الصفحة بتنتهي صفحة على يدك اليمين، أقليبها كده بيجيك الصفحة على يدك الشمال، الآية فوق. ربنا قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل معلوم ما بيعلموا الغيب، باقي لك أكان الرسل ما بيعلموا الغيب، بيعلموا فكي فكي زاي رأس ماله سبحة، رأس ماله كله سبحة بس لا لوبة شاي قاعد هناك بيجري فيها كر 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 الليل كله قاعد، ده يعلم غيب ونبي ما يعلم الغيب. يا ناس النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنه سورة الأعراف، هذا قرآن سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى قال فوق في أول الصفحة على يدك اليمين، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ده النبي صلى الله عليه وسلم، هل بيعلم الغيب؟ يوم أحد أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري قال شج رسول الله، أمشي نادي القاعدين في الجامعة البجايدة قول لهم شج معناه شنو؟ ماسكين سبحهم قاعدين يا دايم خليها يا دايم، شج شج معناه شنو؟ وما جايب خبر وده الدوير ماسكه بس الليل كله بالطوطح بيه، ما فاهم دين، ما فاهم منه علم، ما تعلموه ما تعلموه، علموه المديح. واحد تقول له حافظ كم؟ يقول لك مدحة، اي حافظ مدايح اولاد الماحي وفرقة الصحوة ومنو، حافظ كم في القرآن؟ يقول لك ما حافظ قرآن، ما حافظ فيه وحافظين المدايح هذا البهيني، انا ما عندي معك شغلة ولا شغال بيزول فهمت، ولا مخوفني راجل وشو شبر كذي صوفي ولا طيارة كان بيطير في الهواء ده، أنا عندي قرآن يا زول بنافسك بقرآن. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج رسول الله يوم أحد، باقي لك لو بيعلم الغيب أكان بيمرق يوم أحد هو ينضرب والصحابة يتكتلوا وكان بيمرق، عشان كده قال وما مسني السوء كويس قال شج رسول، الشج ده الضرب في الراس، المشركين عليهم لعنة الله ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في راسه، قال وكسرت رباعيته، السين احسب نمرة أربعة الأسنان التحت نمرة أربعة دي اسمها الرباعية، قال وقطعت شفته، شفته التحت شرطت ضربوه بحجر من بعيد صلى الله عليه وسلم. يا ناس اذا كان في حجابات زي بتاعت الجماعه ديل، حجاب مربوط بجلد بتاع تيس ولا غنمايا، لو كان في حجاب ينفع باقي لك النبي غبيان منه، النبي ما بعرفه ضربه هنا، قال حتى دخلت سن المغفر، الطاقيه اللابسه في أسنان تحت سن المغفر دخلت في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مرقى عبد الرحمن ابن عوف مرقى بسنه، جاء أبو بكر الصديق دار يطلع عبد الرحمن ابن عوف قال لا 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 خليك، أو أبو عبيدة عفوا أبو عبيدة قال له لا أطلع أنا، قعد بسنه
ما قدر يطلع بيده شنتاز النبي صلى الله عليه وسلم بسنه بجر فيها اتكسر السن دي القدام طلع اللولة نزل بسنه الثانية اتكسرت سنه بقى أهتم بسموه أهتم قالوا فكان أحسن الناس هتما يعني مع إنه أسنانه القدام مكسورة لكن كان أجمل الناس لأنه اتكسر في إنغاذ النبي عليه الصلاة والسلام طلع منه بقى لك لو في حجبات بتنفع ولا زول بينفع بضر النبي صلى الله عليه وسلم بيازو زي ده يا صوفي أصحى أصحى يا صوفي شغل مخك ما دارك تصحصح شوية ما دار ينبذك أنا لكن أفهم يا أخ أنت لا بتلجم واحد ليل ليلة دي تغسل له في كرعيو أبونا الشيخ ونحن راجلنك راجل أو شنو وعنده لك شنو ما عنده لك أي حاجة ما دول بني آدم زيك يا أنت ما شفتها جايبينها في اليوتيوب مقطع الفكي بيتوضى والجماعة ملقين يدينهم بيشربوا أنت قال لي مو الزمزم تشرب في شنو ده ما زول وسخان بيغسل في وسخه زول وسخان أنت بتشرب في وسخه لكن عشان تعرف الجهل وصل الناس مراحل زي دي ولذلك يا أخوانا الناس أي زول زعلان في الحلة بيجاي ولا بهناك قول له وي نحن ما عندنا مشكلة أهلنا وأحبابنا وما عندنا أي مشكلة شخصية مع زول لكن أنت عندك رأي في الدعوة دي بس ادينا آيتك وحديثك ما عندنا معك أي مشكلة بس جيب الآيات ولا حديث وين دليلك وين أنت وقت بتندهم السراي السراي قال أجاف النوم وعقد الراي تقدر تندح فيهم ارفع يده وقال اوك يا ابوي يا الشيخ واحد جايبينه في هنا مقطع كده انا بشاهد فيه بيسوي يا ابوي يا ابا يا ابوي يا ابا يا ابا وراقد تحت مات زمان ما عنده اي شيء ثاني يا ابا ده ما عنده ولا حاجه ولا سامعك ربنا سبحانه وتعالى قال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ذل ما يتسمعوا كيف ما بيسمع ما بيجيبك واحدين صوفية زعلانين الأيام دي في الإعلام الحكومة وقفت لهم محاضرة بتاعتهم دار يعملوها في غاطة الصداقة تقال محاضرة عن شنو قالوا عن مواقف الحكومة الجديدة إنه بقت تجيب الوهابية زعلانين لأنه وزير الشؤون الإسلامية السعودي صالح آل الشيخ جاء السودان هنا وعمل محاضرة هم زعلانين من الحتة دي قالوا حفيد الوهاب الكبير محمد عبد الوهاب حفيد الوهاب الكبير يجيبوه في بلدنا ويفتحوا لقعة الصداقة ونحن يكفلوها مننا ونحن أسياد البلد والبلد حقتنا أسيادة من وين؟ وحقتكم كيف؟ ربنا قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين زعلانين خليت بالك معي ليه زعلانين قالوا كيف افتحوا للوهابية ونحن يكفلوها قدامنا نحن بنقول أول حاجة يا إخوان الناس تفهم الحكومة لها وهابية ولها صوفية كويس إنما الحكومة تتعامل مع قضايا تفهم هي بفهم تدير البلاد برؤية تراها مصلحة للبلد وبتقدم البلد لقدام ونحن موقفنا من الحكومة دائما وأبدا موقف واحد لو في السراء أو في الضراء موقف الإنسان المسلم اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم موقف واحد يدعو لهم بالخير إنه ربنا يصلحهم ليه يا أخواننا لأنه في صلاح الحاكم صلاح الرعية عشان كذا إحنا بندعو لهم دائما بالخير ولو جانا قرار منهم والقرار فيه مصلحة للدين نحن بنشكرهم وندعو لهم بالخير عشان كذا إحنا هسا الأيام دي بنقول شكرا للحكومة كون عدت الصوفية جلسة صغيرة كده يصغيرونا يعني
ذاتهم قرصة تمام، لأنه ذيل ما يستاهلوا بالذات اللي بيتكلموا ذيل. واحد اسمه صلاح الدين الخنجر، أنا بتكلم بجيب الاسم دي مسؤوليتي أنا، خلوني أنتوا شيخكم بتاع المسجد ده هنا ما قاعد يجيب لكم الأسماء وكده، وشغال بوضع معين وسياسة بتاعتكم بتاعت البلد هنا، أنا خلوني بجي بشتر ربعي، مش خلوني أخذ راحتي بس كويس، أنا بشتر أصله كلامي مش أقلب ومسؤوليتي بتحملها براي. لكن أنتوا جامعكم ده موزون وماشي بطريقة ظريفة وكده، وإمامكم زول ما شاء الله شيخنا وزول متفقه وزول متعلم وماشي معاكم بنظام معين كده، أنا خلوني أخذ راحتي. الخنجر اسمه صلاح الدين الخنجر ده اللي زعلان، ده جابه مرة بيتكلم في المولد الاحتفال بتاعهم البدعة ده، قال لي عندنا احنا الشيوخ بيبيعوا المطر، بيبيعوا لك والمطر قدر الطلب ودايرة بس في حواشتك تنزل وحواشة جارك ها ما تجي، انت بخيل كده مالك، انت وقت بتنزلها بتنزلهم كلهم شنو بنزلها؟ قال لأنه ده دفع البياض وداك ما دفع البياض، عشان تعرف الشغلة بتاع الشعب ذو الدجل، هو الشيخ أكان بيجيب مطرة قال بيجيب بياض يا رقبته، وشيخ بيجيب مطرة مطرة المطرة دي الرزق ذاته ها؟ ربنا قال ينزل لكم من السماء رزقا، المطرة دي الرزق دي اللي بتجيب القروش ذاتها، في قروش بتجي برا مطر؟ القروش دي ما زراعة وشنو موية، الموية ده أي شيء بالموية دي، الشيخ بيجيب موية بيجيب مطرة من السماء وغالبه يشيل قروش من جيبك انت، بالله ده بالعقل كده بتجي؟ تجيب مطرة من السماء والقروش الراكدة في الواطة دي غالبك؟ شو تعرفه كذاب، قال ده يدفع البياض بدو، داك ما يدفع البياض ما بدو، دي عقيدة يا اخوانا نحن نكون راجين الصوفي ده يعلمها لأهلنا، يعلمهم العقيدة جين الزي تدفع البياض قال عشان يدوك المطرة، بالله تقول الصوفية دي الماسكين البلف، تقول السماء دي عندها بلف حسب فهمهم هون، ده ماسك البلف كوه بيفتح عليك حبة وبيكفلها في النيل الأبيض، واحدين هناك قالوا الشيخ ده ماسك المطرة، فهمت كلامي؟ قاموا مشوا له وقالوا نحن دارين مطرة هني، تخيل معاي شوف الجهل ده كيف، بعد ذاك قال لهم لا لا في شيخ فلان ذاك مسكها بغادي، أظن ده جرابة هني وده مسكها بهني، ده كلام ده يا ناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، المزن السحاب أنزل الله ولا هم يا ناس. ربنا قال وهو الذي يرسل الرياح، شو المطر يبدأ من وين؟ يرسل الرياح فتثير سحابا، الرياح بترفع السحاب، قال فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ديل الصوفية اللي زعلانين من الشغل بتاع الدعوة دي، لأنه قال بتكلم في التلفزيون عملوا معهم برنامج مين ياقوت ومين تاني خنجر ومعاون المذيع اللي هو اسمه منو طاهر التوم، لما بتكلم معهم قالوا له يا أخي نحن نشعر بالخطر، الخطر من شنو يعني من الدعوة دي؟ قال الدعوة خشت جوا في بيوتنا، أيوة بتخش في بيتك لأنها دعوة حق، تدخل في بيتك وتدخل في أي مكان، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ترك لن يترك الله أو كما قال بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. تخش لك الدعوة تعامل فيها صوفي كبير وماسك لك سبحة، بداية تلقى ولدك بيقول لك إذا سألت فاسأل الله، شيخ ما تناديه، فهمت كلامي ده؟ ولذلك يا أخواننا نحن رسالتنا للصوفية ولا يزول تاني، يا أخي أنت عندك مشكلة مع شخصيات ولا مع منهجنا ده تعال ناقشنا. ربنا سبحانه وتعالى قال
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. جيبوا علم. نحن لو دايرنا نقتنع انه الشيخ بنزل المطره والشيخ بيدي الجنة والشيخ بيجيب الرايحه، لو دايرنا نقتنع قدم دليل. لكن تجيني ساي كده بس، والله شيخنا داير بنزل المطره والمطره البنادق نزلها شيخنا وانا عارفه كيف، احتمال ما نزله. ها وفي محلات تانية شيخك ده ما فيها المطر ضيق قاعد يجيبوا لها منو؟ منو اللي بيجيبوا لها؟ بلاش كذب، بلاش تلاعب، ده كله لعب يا اخواننا. وزيد على ذلك دي لخبطة في العقيدة، والناس دي الملخبطين مش في العقيدة برا، حتى في الفقه ده اللي بيجيبوا من مفتو فتاوى في الفقه. والله أنا احترته مرة، جابوا واحد اسمه محمد المنتصر الليزيري، ده عصر من هنا طفش مشى أمريكا، قاعد في أمريكا هناك قال داير ينشر الإسلام. الإسلام ياتو ياتو إسلام، ده اللي قال سمعته بأذاني في الإذاعة ومسجل كلامه ده. قال لما ربنا قال إذا السماء انشقت، قال لمن السماء تنشق، يعني هو داير يجيب حجة على الناس اللي بيقولوا الله في السماء. ها ودي العقيدة الصحيحة. قال لما السماء تنشق الله بتلب يعني ولا شنو؟ بتلب عياذ بالله. شو الكلام الشين ده؟ كلام قبيح. قال يوم نطوي السماء، لما السماء تطوى الله بيتلف معاه يعني، قال والعياذ بالله. ده من التشبيه بتاعه والكفر والتجسيم. عموما في الفقه بيتكلم الزول ذاته عشان تعرف الفتاوى الغريبه. قال في نسوان المرأة تكون طهرت من الحيض أو من النفاس، بتكلم عن النفاس لأنه النفس أصلا الحد الأعلى بتاعه على الراجح 40 يوم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. لكن ممكن المرأة تطهر يا أخواننا قبل 40 يوم، صح ولا ما صح؟ الناس المزوجين بيعرفوا الأشياء دي، ممكن تطهر قبل 40 يوم. طيب قال المرأة ممكن تطهر في 3 يوم، ودي هنا الحد هنا صحيح كلامه ده. قال بعد ذاك بتمكث شهر رمضان كله، لو أدرك رمضان قال بتمكث 40 لحد ما تتم 40 بتاعها بتكون فاطرة. يعني النظامين هي ما فاهمة إنه المرأة لو طهرت خلاص بعد تصلي وتصوم. قال بتفطر شهر رمضان، وقال لو فطرت شهر رمضان بالطريقة دي تصوم عن كل يوم 2 شهر متابعين. يعني دي كم؟ تصوم 5 سنة متابعة. من الله خلقك لقيتك فتوى زي دي؟ زول يقول له صوم 5 سنوات متابعات، ده وين ده؟ والله ده بيمرق من الدين كله. وانت عارف العلماء قالوا الراجح حتى دي المرأة مش نفسها انتهت من النفاس بتكون مرضع، صح؟ ولا هي ما عليها يعني ما عندها جنة ولا ما بترضعه؟ بتكون مرضع. المرضع دي الراجح عند العلماء، الراجح دي فتوى ابن عباس وابن عمر صحابة أجلاء، قالوا المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على جناها تفطر وما تقضي، تطعم بس إطعام عن كل يوم، تطعم شنو؟ مسكين 1.25 كيلو من الدقيق، تطلع عن كل يوم 1.25 كيلو من الدقيق، تشيل لك شوال بتاع دقيق فيه 40 كيلو تطلع عن الشهر كله، ممكن تقسمه ل3 أنفار بس ولا ل4 مساكين، ده تديه قرضة وذاك تديه قرضة وده قرضة، انتهى الموضوع. دي الفتوى الصحيحة والراجحة من أقوال العلماء، الحامل والمرضع. لأنه سبحان الله، لأنه الفروة دي من ناحية التيسير فيها يسر على المرأة وموافقة لقواعد الشريعة، لأنه هسه نسواننا ديل كديت تشوف مرتك، الناس المزوجين سنة حامل وسنة مرضع، والله احتمال الوحدة تلقاها معرسة لها 5 سنة عندها 3 رمضانات ما صامتين، دي تقضين 200 تقضي، ويا حامل يا مرضع شغالة زيدة. أها لكن فيها تيسير، تطعم بس عن كل يوم مسكين
كيلو ربع من الدقيق انتهى الموضوع. هذه الراجحة وين كان؟ بعض أهل العلم يقول عليها القضاء. المهم نرجع لموضوعنا. الصوفية لا فقه عندهم، أعرف المعلومة دي، وأنا بقول لك كلامي زي المراكيب المقلبة كده مشاتر، لا عندهم فقه ولا عندهم عقيدة، ولو دار تتعلم منهم ولا إلا تضيع رقبتك، ما بتتعلم أي شيء. ولذلك العلم علم قرآن وسنة. ما شاء الله أنا سمعت هنا في المسجد ده عامر بالدروس، عامر ما شاء الله، دروس في الفقه، دروس في التفسير، دروس في التوحيد، كله تتعلمه. ولو ما تعلمت التوحيد ما عندك أي حاجة تانية، لأن ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب بعدها يا أخوانا نحن لو في ناس عندهم أسئلة، لو مكتوبة لو مباشرة، ما في مانع أسئلة في رمضان، في الصلاة، في كده التراويح، في عيد، في فطر، في الزكاة، في الفدية، إن شاء الله تعالى نجاوب بقدر علمنا.